أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تفسير الأحلام والاعتقاد بتفسيرها، حيث ظهر كثير من الشيوخ في عدة أماكن يفسرون الأحلام؟ لا تشغلكم الأحلام، أغلب الأحلام من الشيطان، وأحاديث أضغاث أحلام ما هي بأحلام صحيحة، الأحلام الصحيحة نادرة وقليلة. لا تشغلكم هذه الأمور، ولا لأن هذا أحدث عند الناس الآن تخويف، أحدث عند الناس الآن تخويف وإرهاب. كل من رأى رؤيا اهتم بها وراح يسأل ويستمع لتفسير أحلام الناس، وشغل الناس بهذه الأمور. هذا ما كان معروفا عند المسلمين، هذا شيء جديد ما كان معروفا عند المسلمين، الاشتغال بالأحلام إلى هذا الحد والاهتمام بها إلى هذا الحد، ما كان هذا معروفا. فلا تلتفتوا إلى هذه الأمور. نعم.